علم عمر بن عبد العزيز الورع في صغره والعمدة على التربية الصالحة. تعرفون؟ تأخر يوما عن شهود صلاة الجماعة لمزين يسكن له شعره. علم أبوه فغضب غضبا شديدا وقال: أبلغ بك حبك شعرك وتسكينه أن تتأخر عن شهود الجماعة؟ والله لا أكلمك حتى تتوب إلى الله. فتاب وندم وحلق شعره وقال: شغلني عن ربي وهو غلام. يقول أبو قبيل: بكى وهو غلام صغير يوما. فقالت له أمه: ما الذي يبكيك؟ قال: يا أمي، يبكيني ذكر الموت. وكان غلاما جمع القرآن في صدره آنذاك، فبكت أمه لجوابه. الضحاك بن عثمان قال: أنا أعرف عمر بن عبد العزيز وهو صبي صغير، والله ما خبرت أحدا الله أعظم في صدره من هذا الغلام. يكفيه شرفا أن أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه صلى خلفه فشهد له، قال: ما قال أنا صليت خلف نبيكم فما رأيت صلاة أحد أشبه منها بصلاة رسول الله من صلاة هذا الفتى. تربية صالحة. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما عوده أبوه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لكنه خليفة موفق وملك مهدي. أول أمره عظم الدين وقدم السنة والاتباع ودحر البدعة والابتداع. وكل أهل بلد قدم كبارها البدعة وأهلها وأخروا السنة وأهلها فإنما يسعون في خراب بلدهم وهم لا يشعرون. صعد المنبر رحمه الله في أول خطبة له، وكان كأنما عقر لا يكاد يقوى على الوقوف، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إنه ليس كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد. الحلال ما أحله الله على لسان رسوله، والحرام ما حرمه الله على لسان رسوله، ألا وإني متبع ولست بمبتدع، وإنني منفذ ولست بقاض. والله لو أن كل سنة يحييها الله على يدي وبدعة يميتها الله على يدي ببضعة من جسدي لرضيت حتى يفنى جسدي، وذلك في الله يسير. الله يعلم أني ما سألتهم خلافة في سر ولا أعلم. لست بخيركم وفيكم من هو خير مني، ولكنني اليوم أثقلكم حملا، فأعينوني بالحق والهدى وأطيعوني بطاعة الله، واعلموا أن أحدا لا يطاع في معصية الله أبدا.